السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على سلامتكم ومرحبا بكم في قناتي، قناة كويزين ميرانانو. رايحين نخدموا مع بعض لي سابلي بالزيت بدون مارغرين او زبدة. نبدأ على بركة الله. بسم الله. نحطوا كاس زيت، ونضيف عليه كاس سكر ناعم، كاس سكر غلاس، ونبداو نحلو فيه هذاك السكر حتى تولي لنا كريمة بيضاء كما راكو تشوفوا. من بعد نضيف لهم زوج حبات بيض كاملين، ونبداو نخلطوا المكونات مع بعض حتى يتجانس الخليط كيما راكو تشوفوا. من بعد نضيف له كاس مايزينا، ما نخلو حتى قطرة باش تجينا جوس الوصفة، ما نقصو منها حتى شي. من بعد نضيف لها لافاني فانيلا، وزوج مغرفات بودرة الحليب، ونكملو نخلطو. من بعد نبدأ نضيف الفارينة تاعي اللي هي 3 كيسان فارينة، لكن نبدأ نضيفها بالعقل وما ننساش الكيس تاعي تاع الخميرة الكيميائية، ونبدأ نطم العجينة بهذه الطريقة. ونبدأ نضيف بالعقل حتى نكمل الكمية كاملة. كي نكمل كامل نلم العجينة تاعي نحطها ترتاح لمدة 20 دقيقة قبل الاستعمال. من بعد نحلها عادي كيما اللي صابلي تاع الزبدة، نحلها ونطبعها ونطيبها لمدة 10 دقائق 15 دقيقة. من بعد نخليها تبرد وندير لها سكر غلاس من الفوق، ونحط لها معجون، اي معجون حبيتوه، اي مربى حبيتوه، ونلصقها، وما شاء الله تجي ما كاش فرق بينها وبين تاع الزبدة. Thank you.
الفيديو تاعي انتهى، ان شاء الله ينال عجبكم. وصفة خفيفة وظريفة وما تكلفش كامل، ان شاء الله ينال اعجابكم. وما تنسوا ليش في لابوني وفي اللايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.